بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله طالبة الصف الثاني المتوسط في درس جديد من دروس وحدتنا البيئة الصحية وهي الوحدة السادسة. اليوم بإذن الله لدينا في ورشة العمل النص. النص هو عبارة عن مجموعة منظمة من المفاهيم والحقائق أو الأفكار يرتبط بعضها مع بعض. الفقرات هي مفردها فقرة أو فقرة، وهي مجموعة من الجمل المرتبطة التي تدور حول فكرة أساسية واحدة. تبدأ كل فقرة في سطر جديد مع ترك فراغ في بداية كل فقرة، وضع نقطة أو علامة تعجب أو استفهام بحسب نوع الجملة، ثم نتبع التسلسل الزماني والمكاني. ومن الألفاظ التي تستخدم بربط بين الجمل والفقرات هي حروف العطف والضمائر، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والتعداد والسؤال والتلخيص. مثلا نقول لا شك، لا بد، ونتيجة لذلك، وخلاصة القول، ومن جانب آخر، ومن ناحية أخرى، بالمقابل، وعلى العكس، إلى آخر. هنا كم مرة أعود إلى نص تلوث البيئة ثم أجيب عن التالي؟ كم مرة تكررت كلمة تلوث؟ تكررت 21 مرة. على ما تدل؟ تدل على أن الفكرة الأساسية تدور حول التلوث. الفكرة الأساسية تدور حول التلوث. طيب، هنا أختار على ما يعتمد عليه كاتب النص في تنظيم الأفكار. ممتاز، على السبب والنتيجة وعلى التدرج من العام إلى الخاص. طيب، هنا أشطب بقلمي على الكلمة الغريبة في المقطع. ممتاز. هنا الكهربائية، وهي الأفران الكهربائية لا تعمل بالنفط. هنا الأفران الكهربائية لا تعمل بالنفط. هنا أضع دائرة حول أدوات الربط. ممتاز. هنا لدينا وينتج. ممتاز. هنا وينتج، ضع دائرة على الواو وهي. ممتاز. وكما أيضا، ويؤدي بالإضافة إلى، والسبب. ممتاز. طيب، أكمل المخطط المعطى. نص تلوث البيئة هو خطورة. ممتاز. خطورة مشكلة التلوث البيئي. بارك الله فيك. طيب، ما هي الأفكار الفرعية؟ نكتبها سويا. خطورة. ممتاز. نكتب هنا خطورة التلوث في عصرنا، التفاصيل الداعمة بعض الأضرار الخطيرة للتلوث، سبب خطورة المشكلة في عصرنا. تلوث الهواء وأسبابه، من أسبابه نتائج تلوث الهواء وأسباب التلوث. تلوث الماء وأسبابه، أسباب تلوث الماء، بينما أسباب تلوث التربة، نكتب أسباب تلوث التربة ونتائج تلوث التربة. بينما وسائل الحد منها، نكتب ما هي المشكلة والتحركات المحلية والدولية، ثم التلوث الإشعاعي والتلوث الضوضائي. هنا أي من الأفكار التالية متناقضة من أفكار النص؟ اقرأيها. ممتاز. هي رقم اثنان. ممتاز. من أسباب تلوث الهواء كثرة حوادث المرور وإقامة السدود تساعد في الحد من مشكلة التلوث. طيب، هنا أرتب الجمل. ممتاز. ترتيب الجمل هنا واحد ثم اثنان ثم ثلاثة. ممتاز. العوامل أربعة، ثلع التربة متماسكة، خمسة، ويساهم الناس في صنع هذه الظاهرة، ثم ستة عندما يقومون، وسبعة لإنشاء الدور المنازل، ثم ثمانية آخر نقطة وهي كما أن السيول وقت الأمطار تجرف التربة، هذه النقطة الثانية. وبذلك يا جميلتي انتهينا من درسنا لهذا اليوم. ألقاك بإذن الله في درس قادم. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.